بسم الله وكفى والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. إن شاء الله في هذه الحصة سوف نتكلم عن الرياضيات للصف السادس في درسنا الثاني تحت عنوان طرق التعبير عن المجموع. تمهيد. سبق وأن عرفنا في الحصة السابقة المجموعة. عرفنا المجموعة بأنها تعني تجمع من الأشياء تكون معينة تعيينا واضحا لا لبس فيه، ويمكن أن تكون هذه الأشياء من الحيوانات، من الجمادات، من النباتات، ومن الأرقام، ومن الحروف الهجائية، وأيضا أسماء دول وغيرها. إذن طلابي وطالباتي، فلنستصحب معنا تعريف المجموعة في الرياضيات. تعني تجمعا من الأشياء تكون معينة تعيينا واضحا لا لبس فيه. أكتب عناصر مجموعة ألوان علم السودان. نجيب: الأبيض، الأخضر، الأسود، الأحمر. جميع هذه العناصر هي عناصر لمجموعة ألوان علم السودان. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل توجد طرق للتعبير عن المجموعة أم لا؟ نجيب: نعم، توجد طرق للتعبير عن المجموعة، وهي كتابة المجموعة برصد العناصر، كتابة المجموعة بالصفة المميزة، أيضا كتابة المجموعة في شكل أشكال فين. إذن لدينا ثلاثة طرق للتعبير عن المجموعة، هي رصد العناصر، الصفة المميزة، أشكال فين. إذن نتكلم عن كتابة المجموعة برصد العناصر. نعبر أو نعبر عن المجموعة بكتابة جميع عناصرها داخل قوسين مموجين هكذا وليس سواهما، مع وضع فاصلة بين كل عنصر والآخر، وهذه الطريقة تسمى طريقة رصد العناصر. هذه الطريقة لا يشترط فيها ترتيب العناصر في صورة معينة، وفيها لا يتكرر العنصر أكثر من مرة. إذن لا يتكرر العنصر في المجموعة أكثر من مرة، وتسمى هذه الطريقة رصد العناصر. نأخذ أمثلة نبين بها طريقة رصد العناصر. 1- مجموعة الأعداد الزوجية بين 3 و11 هي الأعداد الزوجية المنحصرة بين العدد 3 والعدد 11، هي 4 6 8 10. ما قلنا 12 ليه؟ لأنه محصورة بين 11 و3. تقرأ المجموعة التي عناصرها 4 6 8 10 2. مجموعة ألوان علم جمهورية السودان هي الأبيض، الأحمر، الأخضر، الأسود. تقرأ المجموعة التي عناصرها الأبيض، الأحمر، الأخضر، الأسود. 3- مجموعة أحرف كلمة خليل هي المجموعة التي عناصرها خ، لام، ي. 4- مجموعة مضاعفات العدد 4 الواقع بين 15 و35. دايرين مضاعفات العدد 4 بتقع لي بين العدد 15 والعدد 35.
نحن نعلم أن مضاعفات العدد هي الأعداد التي نضيف لها في كل مرة العدد المضاف. مثلا 4 مضاعفاتها هي 8، 4 مضاعفاتها أيضا 12، 4 مضاعفاتها أيضا 16، 4 أيضا مضاعفاتها 20، أيضا 4 مضاعفاتها 24 و28 و32 إلى ما لا نهاية. لكن السؤال داير مضاعفات العدد 4 الواقعة بين العدد 15 والعدد 35 هي 16 20 24 28 32. وضعنا بطريقة رصد العناصر مع وضع فاصلة بين كل عنصر وكتابة قوس المجموعة. 5 مجموعة أضلاع المربع ألف ب ج د هي ألف ب وب ج وج د ود ألف. إذن تقرأ المجموعة التي عناصرها ألف ب ب ج ج د د ألف. نحاول نتكلم عن رمز المجموعات. يرمز للمجموعات بأحرف كبيرة مرسومة هكذا: سين سين ليا ضنب، صاد صاد ليا ضنب، ألف ألف ليو ضنب، عين عين ليو ضنب. إذن يشير هذا الرمز إلى أن هذا الحرف يمثل لي مجموعة وليس عنصر. مع العلم يرمز للعناصر بالحروف العادية سين ص ألف عين إلى ما لا نهاية. أمثلة: إذا كانت المجموعة س مجموعة الأعداد الزوجية بين 3 و13، فإن المجموعة س تكتب بطريقة رصد العناصر هكذا: المجموعة التي عناصرها 4 6 8 10 12، عبارة عن أعداد زوجية منحصرة بين العددين 3 و13. 2. إذا كانت المجموعة صار مجموعة الاتجاهات الرئيسية، تكتب هذه المجموعة بطريقة رصد العناصر هكذا: المجموعة التي عناصرها شمال جنوب شرق غرب. نكفل قوس المجموعة مع وضع الفواصل. 3. إذا كانت المجموعة عين مجموعة أشهر السنة الميلادية التي عدد أيامها 31 يوم، ما علي إلا أكتب أشهر السنة الميلادية التي عدد أيامها 31 بين قوسين مموجين مع وضع فاصلة بين كل عنصرين. إذن إذا كانت المجموعة عين مجموعة أشهر السنة الميلادية التي عدد أيامها 31 يوم، تكتب بطريقة رصد العناصر هكذا: المجموعة التي عناصرها يناير مارس مايو يوليو أغسطس أكتوبر ديسمبر. 4. إذا كانت المجموعة ه مجموعة الأرقام للعدد، فإن المجموعة ه تكتب بطريقة رصد العناصر هكذا: المجموعة التي عناصرها 8 7 0 4 2 أو 2 4. طيب ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن العدد 7 لم يتكرر في المجموعة، ونحن نعلم سلفا أنه لا يتكرر العنصر في المجموعة أكثر من مرة. إذن يكتب بهذا الشكل. 5. إذا كانت المجموعة لام مجموعة أحرف السودان، نحن نعلم أن أحرف السودان أو أحرف كلمة السودان هي الألف واللام والسين والواو والدال والألف والنون.
عندي في كلمة السودان حرف الألف مكرر مرتين، طوالها امسح واحد واكتب واحد. لماذا؟ لأنه لا يتكرر العنصر في المجموعة أكثر من مرة. إذن نكتب عناصر المجموعة لام بطريقة رصد العناصر هكذا: تقرأ المجموعة التي عناصرها ألف لام سين واو دال نون. عندنا تمرين مسألة رقم 1 إلى 7. ختاما: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع الجميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به، فلن يحصده إلا الذي زرع. أستاذ الطاهر، فيزياء رياضيات.